ايش هو البروسيس؟ ايش البروسيس كنترول؟ البروسيس كنترول بشكل عام هو التحويل فيد يعني في عندي عم بيجيني ماده، الماده الخام او الماده اللي بدي احولها من شكل لشكل. بدي احول هاي الماده اللي بتيجيني، طبعا ممكن تكون اكثر من ماده عمالي بخلطها، ممكن تكون ماده واحده عمالي بحولها من شكل لاخر using chemical او عمالي بحول هاي الماده اللي بتيجيني الفيد، الماده اللي بتيجي عمالي بحولها الى برودكت باستعمال كيميكال او فيزيكال، مش دائما كيميكال. يعني ممكن في بعض الاشياء نطلع عليها رح تكون تفاعلات، وفي اشياء رح نطلع عليها رح تكون بس تحويل فيزيكال. يعني مثلا الخلط عم بخلط برودكت مع برودكت ثاني، هذا فيزيكال، عم بحوله من شكل لشكل اخر، عم برفع درجه حرارته بنزل درجه حرارته، هاي كلها هون فيزيكال التحويلات. في كمان كلمتين بتكرروا في البروسيس داينامكس والبروسيس كنترول. ايش الداينامكس للسيستم؟ طريقة البيهيفير تبع هذا السيستم، التصرف تبع هذا السيستم في ظل اشياء بتدخل عليه، اذا دخل عليه سيجنال معينة، دخلت عليه سيجنال معينة، كيف بيكون التغير في الاوتبوت؟ فهو مرتبط بشكل اساسي بالزمن. الزمن مهم جدا في السيستم داينامكس. احنا ممكن كان نرتاح من كل هذا ونحكي عن ستاتيك مودلز، بس احنا نحكي هون عن دايناميك مودلز. ناخذ مثال على البروسيس داينامكس. اذا انا عندي هون فيرست اوردر سيستم، انتوا بتعرفوا اخذتوا انه اذا صار في تغير في الانبوت صار عندي ستيب فانكشن في الانبوت. حيصير في تغير في الاوتبوت. هلا احنا لونج تيرم افتر لونج تايم عارفين انه هذا الاوتبوت رح يستقر على قيمه لها علاقه بهذا الاوتبوت، مظبوط؟ هذا ستاتيك. ليش كان اسم هالثيرم اللي اخذتوها بالكنترول؟ فاينل فاليو ثيرم، تمام. فالفاينل فاليو ثيرم بتركز بس على ستاتيك ريليشن شيب. هلا في بعض ناس بالبروسيس اندستريز بيهمل كل هذا، بقول انا كل اللي راح اركز عليه هو ستاتيك ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت، ما بيهمنيش كثير الدايناميك ريسبونس، ما بيهمني هذا الترانزينت اللي بيصير. لكن احيانا هذا الترانزينت بيكون مهم جدا، لو عندي سكند اوردر سيستم دخلنا انبوت زي هيك، شو ممكن يكون الريسبونس؟ هلا ممكن يكون هذا مشكله وممكن ما يكونش مشكله. ممكن بالنسبه لهي البروسيس ترتفع درجة الحرارة لدرجة انه تسبب لي مشكلة في هاي البلانت. وممكن في ناس بقول انا مش مشكلة، انا راح اخليه يتحرك للفاليو الجديد، وبعدين بس يوصل للفاليو الجديد راح ابدا اشغل البلانت واخذها منه. فلو احنا فرضنا انه السيستم داينامكس مش مهمة، انتهى كل هذا الكورس. ما له أهمية، ما له قيمة، كل هذا الكتاب ما له قيمة. هذا كل الكتاب عنوانه Process Dynamics and Control. لو الداينامكس مش مهمة وفي سيستم اللي ما اخذوا ام اس دي، ايش احد الاسئله اللي بنسالها بالام اس دي؟ هل السيستم داينامكس مهم؟ مش دائما مهم. في بروسيسز مش مهمه كثير. بتعرفوا ايش؟ اعطيكم مثال ما بعرف اذا بدكم شفتوه، اللي بيعملوا الصابون، عمليه تصنيع الصابون باتش بروسيس، مش هيك؟ بعرف اذا عمكم شفتوا شيء زي هيك. بحطوا بيعبوا كميه معينه وبعدين بصير في تفاعل كيماوي، بترك التفاعل الكيماوي يصير، هو سائل مش سائل كثير قديش صار وايش صار الداينامكس اللي صارت. بالنهاية بده انه توصل للمرحلة هاي النهاية، ولما يخلص باخذ المادة اللي موجودة وبقطعها او بعمل فيها شيء وبخلص منها. سيستم داينامكس مش كثير مهم. قديش السرعة اني بوصل للفاليو، الرايس تايم والاوفر شوت والسيتلينج تايم وكل الاشياء هاي مش مشكلة. إذا كانت السيستم داينامكس مش مهمة، كله هذا ما له قيمة. بهمني في النهاية بس ستيدي ستيت ايرور، مضبوط؟
ستيدي ستيت ايرور لا يعتبر سيستم داينامكس، يعتبر ستيدي ستيت. فباجي بقول انا بهمني في النهايه بدي هذا يصير 85 درجه، اذا صار بالاخر هون وصل 85 درجه بلس ماينس 0.3 اوف ديجري، هذا بالنسبه لي ممتاز. انا ما سائل بكل السيستم داينامكس اللي موجوده، طبعا على فرض انه سيستم ستيبل، الستابيليتي هاي اهم كرايتيريا. اوكي، اذا هاي هذول تعريفين، تعريف البروسيس داينامكس وتعريف البروسيس كنترول، وهذول مرتبطين ببعض. طبعا قبل ما اقدر اعمل كنترول ايش لازم اعمل؟ داينامكس، لازم يكون عندي الموديل. انتوا اخذتوا كورس سيستم داينامكس بعدين اخذتوا كنترول، مزبوط؟